نتبع نظام معين لتصنيف المباني الخضراء اللي هي تعتمد على أساس أنه تقليل استهلاك الطاقة واستهلاك المي واستهلاك الموارد الطبيعية وتقلل انبعاثات الغازات الضارة للبيئة اللي تسبب الاحتباس الحراري، وطبعا تحافظ على صحة الأشخاص اللي يسكنوا أو اللي يعملوا داخل المباني. هي بشكل عام هي إعادة بناء للمناطق المنكوبة واللي ضررت، فهدفنا أنه إحنا نعمل أمثلة حية موجودة على أرض الواقع للمباني الخضراء. ففي كذا مبنى يتم إعادة بناءه في المناطق اللي ضررت، واحدة منهم في مدينة الموصل، أكيد الكل سامع عن مدى الضرر اللي صار هناك. في إعادة بناء عن طريق بعض المنظمات الإنسانية، وهدفنا أنه إحنا حالياً بنشتغل على عمل بناء موجود على أرض الواقع يكون في المدينة. خطتنا أنه إحنا نوسع، بلشنا في 2019 أنه إحنا نشتغل مع الوزارات، بالأخص وزارة التخطيط في العراق، أنه إحنا نوسع برنامج تعليمي للمؤسسات الحكومية نفسها وبالتالي المؤسسات القطاع الخاص. فهدفنا في 2020 أنه هذا البرنامج يتوسع أكثر، يعني إحنا بلشنا في بغداد، حاليا نريد نوسع لكل البلد يعني عموم القطر، فهذا هدفنا. يعني دوري بس يعني من شهرين تم تعييني انه اكون عضو يعني فاونديشن بورد ممبر في منتدى الاقتصاد العالمي، امثل صوت الشباب في عموم دول العالم، لانه احنا 4 شباب فقط يعني تحت سن 33 اللي نجلس في هذا المجلس يعني اللي هو يدير منتدى الاقتصاد العالمي. فالهدف انه احنا نعتبر يعني صوت للشباب، فدورنا مو بس ننقل صوت نفسنا احنا كافراد، بس ناخذ التحديات وتطلعات الشباب. من ناحيتي انا راح اتكلم عن منطقتي يعني في الميدل ايست والنورث افريكا، يحتاج انه يكون عندنا برامج تطويريه، يعني مو شرط تكون من الجامعات ومن المدارس، لازم يكون في قطاع خاص ياخذ الدور انه هو يطور ويهيئ الشباب من قبل الجامعه، انه هم يطلعوا ويفهموا انه في التطور في التكنولوجيا والوعي وين واصل، حتى يعرف هو يختار أي تخصص دراسي في الجامعة وعلى أساسه يبدي يعني في الكارير مالته.